حديقة الألعاب الأولمبية تم جنونت. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا هاد المهدي، هاد الساقية هذه المنبع تاع عاملين جاي، يعني كثير تاع الناس اللي في مساكن تاع بني ملال ما كيعرفوش المنبع تاع هاد الساقية منين جاي. هو واحد المكان جميل وهادئ، واحد الغار، واحد الكهف خرج منه هاد الماء هذا. اذا قلال الناس اللي كيعرفوا هاد الغار هذا اللي خرج منه الماء، ما شاء الله. هذا هو اللي غادي من تحت العماله ودايز من حدا الملعب ودايز من الحديقه ديال الالعاب الاولمبيه، يعني هذا هو المصدر ديال المنبع ديال داك الماء. تبارك الله، غار، يعني واحد المكان جميل، مكان جميل جدا. وما بعيدش بزاف، تقريبا من تمكنونت ما بعيدش بزاف، يعني مكان هادئ وجميل جدا.